تحية لكم مشاهدينا الكرام. حرب شعواء تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، إغلاق للشركات والمؤسسات التجارية، حجز للسيارات المحملة بالبضائع والتصرف بها، فرض قوائم أسعار مخالفة للقانون والدستور ومجحفة بحق التجار، إيقاف تعسفي لقاطرات التجار في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيا، رفع أجور الحاويات وإيقاف تعاملات مئات التجار والشركات. إذن نحن أمام حرب منظمة مشاهدينا، كما وأنها تستهدف بشكل هستيري مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية بإجراءاتها التعسفية، وذلك من خلال إقدامها قبل أشهر على إغلاق شركات ناتكو ومصانع الإسمنت التابعة لبيت هائل سعيد، واقتحمت في وقت سابق بنك التضامن التابع لها، وفرضت جبايات مضاعفة على مصانع مجموعة هائل في الحوان. نناقش في حلقة الليلة من حديث المساء تداعيات هذه الحرب ضد القطاع الخاص من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ونتساءل هنا مشاهدينا، هل يستطيع القطاع الخاص الصمود ومواجهة هذه الهجمات الحوثية التي تستهدفه؟ أناقش هذا الموضوع بمعية ضيوفي في حلقة الليلة. وقبل متابعة التقرير اسمحوا أن أرحب بضيوف حلقة الليلة. ينضم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد سلمان المكرمي الصحفي المعروف. مساء الخير سيد سلمان. أهلا وسهلا، تحية لك وأشكر انضمامك معنا. كما ينضم معنا عبر الميت دكتور هشام الصرمي أستاذ الاقتصاد المساعد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية. مساء الخير دكتور هشام. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. تحية لك دكتور وأشكر تواجدك معنا. كما ينضم معنا أيضا مباشرة عبر الزوم الدكتور عبد الصمد العزاني أستاذ المحاسبة والتمويل بجامعة قطر. مساء الخير دكتور. يسعد مساك. تحية لك وأشكر انضمامك معنا. إذا ضيوفي ومشاهدينا، دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود البدء في النقاش، فابقوا معنا. تواجه مجموعة هائل سعيد أنعم أحد أهم روافع رأس المال الوطنية حربا حوثية مركزة ضمن حرب أوسع تستهدف القطاع الخاص وحرية النشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت احتلال عصابة الإرهابيين الحوثيين، لكنها مؤخرا تركز بشكل أكبر على بيت هائل، إذ كثفت إجراءاتها التعسفية بحق المجموعة والمصانع والشركات والمؤسسات والمنتجات التابعة لها تحت مبرر الالتزام بالقوائم السعرية التي حددتها الميليشيا. وبالتوازي مع تلك التعسفات شنت حملة إعلامية تقودها عناصر تابعة للحوثيين بأسلوب منظم ومنسق، متهمة مجموعة هائل سعيد أنعم بالعمالة لصالح بريطانيا في محاولة حوثية لشيطنة المجموعة التجارية تمهيدا للاستيلاء على أصولها وممتلكاتها ومصانعها وشركاتها. يقول مراقبون في مجال الاقتصاد الوطني إن تركيز عصابة الحوثية الإرهابية على مجموعة هائل سعيد أنعم لممارسة إجراءاتها التعسفية بمبرر القائمة السعرية ينطلق من استراتيجية خطيرة لتخويف كل القطاع التجاري والاستثماري في البلد والبطش به من خلال البدء بالرأس الكبير. الممارسات التعسفية الحوثية للاستحواذ على القطاع الاقتصادي بدأت في قطاع النفط والغاز والاتصالات والصرافة والبنوك وفي مجال العقارات والأدوية والآن المواد الغذائية، حيث تركز حاليا على البطش بمجموعة هائل سعيد أنعم الرائدة في قطاع التغذية، وهو ما يفرض تحديا خطيرا يهدد المجموعة التجارية والقطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى. إذن جميل تابعنا هذا التقرير مشاهدينا، نناقش في حلقة الليلة تداعيات هذه الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وتحديدا كما تابعنا في التقرير ونتابع يعني منذ فترة كبيرة هناك حرب وحملة هستيرية ضد بيت هائل سعيد أنعم وشركائه في مناطق سيطرتها. أناقش هذا الموضوع بمعية الدكتور عبد الصمد العزاني والدكتور هشام الصرمي والسيد سلمان المكرمي. لو بدأنا بك دكتور عبد الصمد العزاني بداية، يعني إذا كيف تقرأ هذا التصعيد ضد القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيا، وتحديدا أيضا يعني ضد يعني مجموعة كبيرة مثل بيت هائل سعيد أنعم؟ شكرا جزيلا، مسرور جدا كوني معكم هنا. في الحقيقة يعني هذا التصعيد ليس بغريب على مجموعة يعني متمردة، حيث عادة تسعى المجموعات المتمردة في كل الدنيا على السيطرة
على جميع مناحي الحياة بما فيها السيطرة على القطاع الاقتصادي. فيعني واحد من أهداف صراحة نشوء هذه الحركة هو يعني الحصول على الثروة بأقصى قدر ممكن من يعني ممكن نطلق عليها اللصوصية. فالحرب هي بدأت من 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 منذ زمن طويل منذ استيلائها على السلطة، ولكن بالفترة الأخيرة خلينا نقول بعد أن وصلت يعني أو حققت يعني مبتغاها من مجموعة هائل سعيد أنعم في الفترات السابقة، يعني كان الموضوع فيه نوع من التوازن إلى حد ما، بدأت الآن تشعر أنها استغنت عن هذا الدور الذي كانت تلعبه المجموعة، وبالتالي بدأت في عملية تصعيد الذي يعني نلاحظه. نعم، إذا كما تحدث يعني الحصول على الثورة الثروة عفوا، وكذلك ربما في وقت سابق استفادت من تواجد يعني بيت هائل سعيد أنعم، فبالتالي الآن تريد ربما الحصول على كل شيء والسيطرة على القطاع الخاص تحديدا في مناطق سيطرتها. دكتور هشام الصرمي، هل تتفق مع الدكتور عبد الصمد ربما بدوافع هذه الحملة الهستيرية ضد يعني بيت هائل سعيد أنعم؟ بخصوص اعتداء ميليشيا الحوثي على القطاع الخاص بشكل عام ومجموعة هائل سعيد أنعم بشكل خاص، هذا الوضع ليس وليد اللحظة، وإنما تم هذا الأمر خلال 8 سنوات حرب ماضية. ما حدث الآن أن ميليشيا الحوثي جماعة الحوثي ازدادت استعارا باتجاه القطاع الخاص، وعلى رأسه مجموعة بحجم مجموعة هائل سعيد أنعم كونها تمثل ما لا يقل عن 2 إلى 54% من الغذاء بالنسبة للقمح وغيره، وتمثل العمود الفقري للصناعة. مجموعة هائل سعيد ليست فقط صناعية وإنما تجارية. مجموعة هائل سعيد نشأت منذ العام 62 ميلادي تقريبا وما قبله. مجموعة هائل سعيد تمثل القاطرة للقطاع الخاص بالنسبة للجمهورية اليمنية. استهداف هذه المجموعة بشكل رئيسي يأتي في إطار بناء الاقتصاد الموازي لجماعة الحوثي. لطالما سعت جماعة الحوثي كما ذكرنا مسبقا في أكثر من قناة، لطالما سعت إلى السيطرة على القطاع الخاص في سبيل بناء اقتصادها الموازي، فسيطرت على مختلف القطاعات الحكومية أو إذا سميناها العامة والمختلطة والخاصة، على رأسها قطاع الاتصالات بشركاتها المختلفة حيث أمامات يمن موبايل ويمن نت وواي سبع فول ام سي ان، وأصبحت حاليا يو، سيطرت على أكثر من قطاع، سيطرت على الدخل الحكومي بكامله ضريبيا جمركيا، رفعت التعرفة الجمركية، استحدثت مصادر دخل بشكل مستمر. الآن وصلت إلى أنها تريد أن تزيح القطاع الخاص في المستوى الأعلى، وقد رسمت الخطوط العريضة للمستوى المتوسط والصغير والأصغر. فمثلا إذا ما ضربنا مثال لذلك، جماعة الحوثي قبل سنوات من الآن نزلت إلى مستوى المشاريع الصغيرة والأصغر وقامت بأخذ المساحات بالمتر المربع، فهي لا تعرف لا ضرائب مباشرة ولا ضرائب دخل ولا غيره، وإنما أنت تمتلك المساحة الفلانية في السوق الفلاني أو المول الفلاني تدفع هذا المبلغ أو تذهب إلى الجحيم. فما بالكم ما بالنا إذا ما نظرنا في مستقبل الأمر، سيعم هذا الجحيم الذي اتجه نحو مجموعة هائل سعيد ومجموعة الكابوس وما شابه نحو القطاع المتوسط والصغير والأصغر الذي يمثل ما لا يقل عن 90% من المجتمع اليمني. صحيح، الأمر جد خطير ويحتاج إلى وقفة من الحكومة الشرعية التي لا ندري لماذا صمتت خلال السنوات الماضية عن استعادة كبار المكلفين وعن استعادة قطاع الاتصالات، وصمتت
ولم تقف بجوار المجموعات الصناعية والتجارية العملاقة والمتوسطة. نعم. سنعود معك دكتور، ربما نتساءل أيضا ما خطورة ذلك، وأيضا أين يعني دور الحكومة الشرعية كما تحدث. ولكن كما تحدث يعني هذه الحرب التي تشنها الميليشيا ضد القطاع الخاص بدأتها منذ 8 سنوات، واستهداف تحديدا بيت هائل سعيد أنعم كما تحدث هو لإحكام السيطرة الآن على الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد موازي كما تحدث دكتور هشام. ابقى معي سعود إليك. سيد سلمان، أنتقل إليك ربما بأبرز هذه الهجمات التي استهدفت بيت هائل سعيد أنعم تحديدا. دعنا نبدأ بما يجري حاليا. منع الحوثي دخول 400 شاحنة من منفذه الجمركي في الراهدة التي تحمل بضائع هائل سعيد، ما هي المعلومات أيضا المتوفرة لديك حول هذا الموضوع؟ اهلا وسهلا. تحية. هذا الحديث عن قبل الاجابه عن سؤالك، تفضل. الميليشيا الحوثي اليوم اقتحمت الغرفه التجاريه في صنعاء وعادت تشكيل الغرفه وعينت عليهم مشرفا حوثيا باسم يراس الغرفه التجاريه وعزلوا رجل الاعمال الكابوس وعينوا مجلس اداره لاتحاد الغرف التجاريه. كنت ساعود لاتحدث عن الغرفه التجاريه. الغرفة التجارية، ولكن بما انك ذكرتها تفضل سيدي. نعم، هذا هو جزء من الإجرام الحوثي، من العدوان الحوثي على القطاع الخاص. نعم. بالنسبة للقمح، يعني الحوثي كما قال الضيوف الكرام، الحوثي يسعى يعني مباشرة قطع القمح من الراهدة ويريد أن يدخل تجاره عبر الحديدة، يعني مباشرة. الحوثي يمنع أي سلعة تأتي من المناطق المحررة من المنتجة المحلي ويوفر بداله. لدينا مثلا القمح، الآن الحوثي لديهم عدة صوامع للغلال يبنيها في خط الضحيب الحديدة، يبني لكي يكون مستورد ويكون المستطر الرئيسي ويدمر القطاعات الموجودة. هو لا يقبل بالمنافسة ولا يقبل بأسس عمل السوق ولا يقبل بأي شكل من أشكال التجارة. هو يعرف كيف يستولي بالقوة، ولديه النصوص الدينية التي تكفر المجتمع وتبيح أموالهم وشركاتهم وممتلكاتهم. الحوثي يهاجم بكل قوة ويريد أن يبني اقتصاده الخاص به الذي يدمر الشعب اليمني، وهذا يؤثر أثر كبير مباشر أشد من أثر انقطاع الرواتب. يعني لأن العاملين والموظفين لدى المجموعات التجارية ولدى هائل سعيد خصوصا هم بعشرات الآلاف، وبالتالي أي هذه الوظائف المباشرة، وهناك بالآلاف وظائف غير مباشرة يستفيدون منها من النشاط التجاري للمجموعة ولغيره من القطاع الخاص. وما يريده الحوثي هو أن يدمر هؤلاء ويتحكم بمصير اليمنيين ويستعبدهم أشد وأسوأ صور الاستعباد. نعم، يعني كما تحدثت يعني تتفق مع ما ذكره الدكتور هشام الصرمي. الآن يعني هو يمشي في استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد موازي، وكما تحدث يقضي على أي منافسة تجارية في مناطق سيطرته ويدر السلاء على كل شيء. ربما سأعود لك أيضا لنناقش مدى خطورة أيضا ذلك سيد سلمان. الدكتور عبد الصمد العزاني، يعني إزاء هذه الحرب الشعواء التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص في مناطق سيطرتها واستهداف أيضا بيوتات تجارية معروفة وكبيرة في البلاد مثل هائل سعيد أنعم، هناك كان بيان للاتحاد العام والغرفة التجارية بأمانة العاصمة أصدرت بيانا، وكما تحدث السيد سلمان تم اقتحام أيضا الغرفة التجارية وتم أيضا يعني تعيين شخصيات. إذن ليس هناك أي خيار أمام الغرفة التجارية أو حتى التجار المتواجدين في مناطق سيطرة الميليشيا لمواجهة هذه الحرب من قبل ميليشيا الحوثي؟ دعيني أرجع إلى الوراء قليلا. في العادة يعني استراتيجية الحوثي قائمة على خلينا نقول بعدين أو ثلاثة أبعاد. البعد الأول الذي ينطلق من مفهوم فكرة اللي هو القوة والسيطرة والبعد السياسي، وبالتالي البعد السياسي هنا يعني يدفع هذه الجماعة إلى إسكات كل صوت أو كل عامل قوة في المجتمع ولو كان عامل اقتصادي لا يحمل أي شيء ضد هذه الجماعة. لأنه كما تحدثت قبل قليل أنه هذه الجماعات التي تنشأ بناء على هذه الأفكار كل همها متركز في الحصول على ما تريد بغض النظر عن أي شيء وبعيدا عن الجوانب الأخلاقية. إذن البعد السياسي الديني هذا جزء من الحرب التي يقودها والتي تقودها هذه الجماعة على القطاع الخاص. البعد الآخر أعتقد أنه بعد طائفي عرقي يستهدف
خلينا نقول بيوت الأعمال التي يرى أنها ليست يعني في 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 جعبته ولا تصب في مصلحته، وبالذات من المناطق التي هي خارج سيطرته كما يعني نعرف مجموعة آل سعيد نعم. نعم. البعد الثالث يعني في 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 هذه الحرب هو بعد يعني كما قلنا الحصول على أكبر قدر ممكن من الثراء يعني بطريقة ما، وبالتالي يعني مصادر الثراء هي كما قلنا إنه إزاحة القطاع الاقتصادي، إزاحة القطاع الخاص، وبناء بيوته التجارية الخاصة به ويعني أعضائه ومواليه بطريقة لا أخلاقية وبطريقة لا تتفق مع نظام الاقتصاد ومع نظام السوق الحر. نعم، طب هل باعتقادك الآن سوف تتطور هذه المواجهة الآن ما بين القطاع الخاص وما بين ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؟ في اعتقادي أنه الموضوع هو أكبر من صراع ما بين المناطق الحوثية، ما بين ما بين يعني خلينا نقول الغرفة التجارية وما بين الحركة، إذ أن الغرفة التجارية مثلا برجال الأعمال كما نعرف الكثير منهم أو كثير من رجال الأعمال أوريدي يعني خرجوا من اليمن أو غادروا برؤوس أموالهم إلى خارج البلد، وبالتالي لا أعتقد أنه يعني هذه الحرب الشعواء التي سوف قد يعني اقتصاديا تنشأ لن تدفع سوى باتجاه مزيد من هروب رؤوس الأموال من صنعاء ومن اليمن بشكل عام إلى خارج القطاع الخاص، إذ ليس يعني هذه الجماعة لا تؤمن حتى بمبدأ الحوار. أنا اطلعت على بيان اتحاد الغرف التجارية وكان معهم اتفاق مسبقا مع وزارة الصناعة والتجارة، صحيح. إلا أن تم نسف هذا الاتفاق تماما، وبالتالي يعني اتجهت اتجاه يعني كما أشار البيان، صحيح. يعني كما تحدث هي تدفع لهجرة رأس المال الوطني إلى الخارج، وبالفعل هذا ما يحصل حاليا. ابقى معي دكتور عبد الصمد، تحول الدكتور هشام الصرمي. هل هناك من أوراق يمتلكها القطاع الخاص إزاء ما يحدث حاليا؟ هل يستطيع الصمود؟ يعني كما تحدثتم يعني ربما هي تريد اجتثاث القطاع الخاص الآن في مناطق سيطرتها والاستيلاء التام على القطاع التجاري والاقتصاد أيضا. لا يستطيع القطاع الخاص مواجهة ميليشيا بحجم ميليشيا الحوثي التي تحارب اقتصاديا واجتماعيا ودينيا وسياسيا على مختلف الأصعدة. ميليشيا الحوثي اليوم تسيطر على 70% من المجتمع اليمني، هذه الحصة من السكان تمكنها من أن تسيطر سياسيا واقتصاديا. فمثلا أعمدة الاقتصاد من كحوالات المغتربين تصب لديها كعملة صعبة. امتلكت اليوم ميناء مثل الحديدة يفتح على مصراعيه، والذي سحب ما لا يقل عن 56% من إيرادات جمارك وضرائب الحكومة الشرعية. قامت بإيقاف إيرادات الحكومة الشرعية من النفط والغاز في الوقت الذي تقف أو توقف فيه إيرادات الحكومة الشرعية، تنمو إيرادات جماعة الحوثي بشكل كبير، وفي الوقت الذي تعاني فيه الحكومة الشرعية من نقاط ضعف بشكل مستمر تزداد نقاط القوة لدى ميليشيا الحوثي. اليوم القطاع الخاص يقف أمام معضلة كبيرة. بالأمس كان حتى الشركات متعددة الجنسيات التي أنشأتها ميليشيا الحوثي خلال 8 سنوات الماضية في مختلف القطاعات تمر عبر المنافذ الشرعية برا وبحرا وجوا، اليوم فتح لها مجال واسع. اليوم مثلا إذا ما تحدثنا فقط في الغذاء، لن تدفع شركات الحوثي أي ضرائب أو جمارك، كيف سينافس القطاع الخاص؟ مستحيل، لا يستطيع. وفي نفس الوقت يوجه للقطاع الخاص ضربات قاتلة، صحيح. القطاع الخاص حتى إن فكر بالرحيل سيحسب للرحيل 1000 حساب، لأنه سيخسر ما لا يقل عن 30-40% في طريق تسهيل أو نقل أصوله المتجذرة خلال 4 أو 5 عقود. نعم. الجمهورية اليمنية
ليس بالسهل ولا يستطيع الصمود ولا يستطيع المواجهة غير إعلاميا فقط لا غير. والأفواه تكمم وكما حصل اليوم من اقتحام للغرفة التجارية وعمل مشرف. نعم. إذا لا يستطيع الصمود كما تحدث يعني دكتور. لا يستطيع ولن يستطيع. طيب سعود لك ربما نتحدث ايضا يعني اين هي الحكومه الشرعيه مما يجري الان لمحاولات اجتثاث القطاع الخاص في مناطق سيطره الميليشيا؟ سيد سلمان، اذا هذه الحرب الشعواء الان ضد القطاع الخاص وتحديدا يعني استهداف مجموعه هائل سعيد انعام ونشاطها التجاري، كيف ينعكس على معيشه الناس حاليا كل ما تقوم به هذه الميليشيا من استهداف للقطاع الخاص وهذه البيوتات التجاريه الكبيره المعروفه في البلد؟ كما قال الدكتور، القطاع الخاص لا يستطيع مباشرة أو بالوسائل التقليدية مواجهة الحوثي، لكن يمكنه من خلال وسائل أخرى أو طرق غير مباشرة مثل معاناة الناس. نحن نقول معاناة الناس يعني معاناة الموظفين لدى القطاع الخاص. هؤلاء الموظفين لديهم أسرهم، هم بعشرات الآلاف، لديهم نقاباتهم، لديهم أدواتهم المهنية، لديهم توجهاتهم الوطنية والسياسية والاجتماعية. هؤلاء هم سيكونون مفتاح التغير. عبر الموظفين هؤلاء يستطيع القطاع الخاص الدفاع عن نفسه. هم سيدافع الموظفون، مثلا عشرات الاف الموظفون، وما قام به موظفو شركه سيستم بروجي محاوله جيده حين تظاهروا الاسبوع الماضي. سيقوم هؤلاء الموظفون بتنظيم انفسهم، بتكتيل انفسهم عبر طرق معينه وسلميه وقانونيه بالطبع، والدفاع عن والوقوف في وجه الاجراءات الحوثيه التي ستحولهم الى قوعه ومتسولين في الشوارع او مجندين وعبيدا لدى ميليشيا الحوثي. يعني هل يجدي ذلك سيد سلمان؟ يعني هل يجدي الموظفين كما تحدث يعني بتأكيد. هل يجدي ذلك؟ يعني الميليشيا لا تعترف لا بقانون ولا تعترف لا بدوله ولا بحدود، وهي يعني بالنتيجه تعمل ما براسها، فبالتالي هل هذا يعني متاح؟ هل يحدث فارقا حاليا؟ لا يعتمد الأمر على اعترافها بالشعب أو بالقانون أو عدم اعترافها، يعتمد الأمر على ما يقوم به الناس. يعني الميليشيا الحوثي لن تستطيع أن تقتل كل الناس، لن تستطيع أن تقتل آلاف الموظفين. لدينا في القطاع الخاص حسب الإحصائيات الرسمية والذي كانت قبل الحرب حوالي 4 مليون موظف في القطاع الخاص. هؤلاء لو تحرك منهم 100,000 شخص بكل تأكيد عبر تظاهرات يستطيعون أن يسقطوا ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي لا تستطيع لا تعيش أو لا تحكم في الفراغ أو لا تحكم وهي غير متعلقة بالناس. بكل تأكيد تستند إلى القوة العسكرية، لكن القوة العسكرية لها أيضا حدود وموقف أمام القوة الاجتماعية التي يعارضونها. الناس لا هناك هم من سيغلب على ميليشيا الحوثي، حتى أنصار ميليشيا الحوثي وجنود ميليشيا الحوثي وعناصرها هم أيضا يعانون الجوع والمجاعة. يعني المستفيد الرئيسي من ميليشيا الحوثي هو عائلة عبد الحوثي والحوث الكبار مهدي المشاط وأخوه وأحمد حامد ومجموعة من القادة الكبار، بينما بقية أنصار الحوثة لا يستطيعون. من الحوثة فقط أصحاب المؤسسات الإرادية الذين يستفيدون من ميليشيا الحوثي، بينما بقيتهم أيضا هم جاع. يعني ليس هناك عاصم لميليشيا الحوثي من الشعب، سلاحها لن ينفعها بكل تأكيد، وخاصة إذا خرج الناس بطريقة سلمية بتظاهرات باعتصامات. يتطلب هذا الأمر شرط واحد من المجموعات التجارية، من مجموعة هائل سعيد وإخوان ثابت الكابوس، كل المجموعات التجارية الاستناد إلى القانون ونشر البيانات أولا بأول. مهم أن يكون لدى مثلا أن تقوم المجموعة، مجموعة هائل سعيد على سبيل المثال، تقول لمصنع اسمنت الوطنية أو صوامع الغلال أو أي شركة أخرى أن وظائفهم مهددة من ميليشيا الحوثي وأن غريمهم هو ميليشيا الحوثي. المسألة يعني المجتمع سيتخذ موقف للمواجهة بكل تأكيد. المواجهة تؤثر، رأينا كيف أن ميليشيا الحوثي يعني حينما انتشر صورة طفل الفيديو ذاك الطفل كيف خضعت ميليشيا الحوثي وعاقبت الجاني، كيف أن أحد الطلاب حينما تظاهر وقال ارحلوا لشيء ما سجلوا ابنه في المدرسة سجلوا ابنه. يعني ميليشيا الحوثي ليست قوة غير مقهورة، لا، هي في أضعف حالاتها وهي تعاني من انقسامات شديدة، من تصدعات، من هيمنة هائلة على القطاع الخاص، لم يعد معها أي قطاع اجتماعي يمكن أن يواجه أن يقف معها. إذا المجتمع والناس والمواطنين كما تحدث، ميليشيا الحوثي خاضت حروبا معهم. نعم. جميعهم. إذا المجتمع والناس والموظفين الذين يعملون في هذه الشركات لديهم قوة وقد يحدثوا فرق كما تحدث إذا نظموا أنفسهم. سيد سلمان ودكتور هشام الصرمي ودكتور عبد الصمد، سنواصل حديثنا حول هذا الموضوع مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. نروح
نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرين في حديث المساء في حلقه الليله، نناقش تداعيات هذه الحرب الشرسه ضد القطاع الخاص في مناطق سيطره الميليشيا، وتحديدا بيت سهائل سعيد انعم وشركائه، بمعية السيد سلمان المقرمي والدكتور هشام الصرمي والدكتور عبد الصمد العزاني. دكتور عبد الصمد العزاني، سيد سلمان قبل الفاصل تحدث بنقطة مهمة، ربما أهم أوراق القوة التي يمتلكها القطاع الخاص حاليا هم الناس والموظفين والعاملين والمجتمع. هل تتفق مع هذه النقطة أنهم يعني سيحدثوا فرقا وترتدع الميليشيا ربما؟ لا أعتقد أنه هذه واحدة من النقاط، لكن هناك نقاط كثيرة فيما لو وحد رجال الأعمال صفهم وعملوا بطريقه ممنهجه. هناك اكثر من عامل يمكن ان يعني يوصل الجماعه الى الوضوح لهذه نقول الاجراءات يعني، لكن يحتاج ايضا الى خطه ممنهجه من قبل رجال الاعمال، خصوصا رجال الاعمال الفاعلين. هذه الخطة المنهجة يعني لها عدة محاور، يعني محاور مع الإعلام، محاور مع الجوانب القانونية، محاور مع هذه الحكومة الشرعية، محاور مع اللاعبين الدوليين والمنظمات الدولية خصوصا مبعوث الأممي، محاور أيضا مع الذي هي خلينا نقول الدول الداعمة لمبادرة السلام. فهناك أكثر من عامل ممكن أن يعني يساهم إلى حد كبير في على الأقل كبح جماح هذه التعسفات والإجراءات التي تقوم بها هذه الجماعة على المدى القصير، لكن على المدى الطويل هناك يجب أن يكون هناك استراتيجية. هذه الاستراتيجية عادة يعني هي تبنى على استراتيجية تحرر الوطن بالكامل من هذه الجماعة. باعتقادي أنه هناك مجموعة من العوامل، فيما لو أحسن رجال الأعمال تنسيق مواقفهم بطريقة ما فيها قدر كبير من الوضوح والصراحة والشفافية، وأيضا يعني وحدة الكلمة، قد يصلوا إلى جوانب أو إلى نتائج إيجابية. جميل. دكتور هشام السلمي، ربما أنقل لك ما قاله دكتور عبد الصمد العزاني. هناك أكثر من ورقة قوة بالنسبة للقطاع الخاص، منها التواصل مع لاعبين دوليين أو حتى مع الحكومة الشرعية وغيرها. هل أيضا من ضمن الأوراق حاليا التي ربما يلجأ إليها القطاع الخاص الإضراب أو وقف حتى استيراد البضائع التي بطبيعة الحال تنهبها هذه الميليشيا؟ يجب أن نكون واقعيين، لا يستطيع القطاع الخاص إلا أن يوقف أنشطته، وهذا الهدف الرئيسي لميليشيا الحوثي، وهو أن يحل محل هذا القطاع الخاص. إذا يعني حديث البعض عن أن الموظفين أو 14,000 من الموظفين إذا حرموا من وظائفهم يستطيعون القيام بإضراب أو الصمود أمام ميليشيا بحجم ميليشيا الحوثي، أنا برأيي الشخصي هذا الكلام غير صحيح. بدليل 8 سنوات حرب يعمل جميع الموظفي القطاع العام في مناطق الخضوع الخاصة بالحوثيين بلا رواتب، لم يثر أحد ولم يتحدث أحد، يعملون بصمت وبلا رواتب فقط للحفاظ على درجة وظيفية يمكن استعادتها شرعيا إذا ما أزيحت جماعة الحوثي وهزمت. هناك تماهي نقاط القوة بالنسبة لجماعة الحوثي، هناك تماهي من الأمم المتحدة. وصلت قوات الشرعية إلى نهم، وصلت قوات الشرعية إلى مطار الحديدة، وصلت قوات الشرعية إلى مناطق يفترض أن جماعة الحوثي قد انتهت من زمن بعيد منذ سنوات. هناك تماهي من في البلاد وتم إخمادها، وكانت ثورات عسكرية في مناطق سواء في تعز أو في البيضاء أو في رداع أو في غيرها، تم إسكات هذه المناطق والتي استمرت أحيانا المواجهات العسكرية فيها إلى شهر ونصف وشهرين، وكان هناك صمت من الحكومة الشرعية وصمت دولي حتى تم القضاء على مثل هذه. ماذا سيفعل المواطن الأعزل أمام ضباع بشرية مسعورة أطلقت على الفرد والمجتمع والقطاع الخاص؟ نعم.
أنا أختلف تماماً مع الزملاء الحاضرين في هذه الحلقة. نعم، وباعتقادك دكتور هشام، يعني ما هي الأوراق الآن؟ هل يعني بيد الحكومة الشرعية أو رجال الأعمال الآن؟ طرح الدكتور عبد الصمد العزاني أيضاً نقطة مهمة، أين اللاعبين الدوليين أيضاً؟ أين التحالف المجتمع الدولي؟ اسمحي لي، الحكومة الشرعية هي المقول الوحيد بالتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي للدفاع عن القطاع الخاص. الحكومة الشرعية هي من يتحمل مسؤولية الدفاع عن القطاع الخاص. الحكومة الشرعية يجب أن تعود إلى الخلف في كل الاتفاقات، يجب أن تلغي كل الميزات التي منحت لجماعة الحوثي الإرهابية سواء في مطار صنعاء أو ميناء الحديدة أو أي ميزات منحت للوصول إلى خطط سلام. مع كل اختراقات، مع كل تجاوزات تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، يجب أن تعود الحكومة الشرعية إلى الوراء وتوقف هذه الميزات التي منحت. الحوثي لم يفي بأي اتفاق سابق، عشرات الاتفاقيات قبليا وحكوميا وعلى مستوى القطاع الخاص تم إبرامها مع جماعة الحوثي ونقضتها جماعة الحوثي. هذه الجماعة التي لا تعرف حقيقة لا دين ولا عرف ولا مبادئ ولا قيم ولا مثل ولا حتى عيب، هذه الجماعة لا تعرف سوى أن تبني كيانها عسكريا واقتصاديا على مستوى الجميع، ولن تقبل بأحد، لن تقبل بأي طرف، ولن تزال إلا بالحل العسكري، وإن أحيانا الله سنرى هذا جميعا. طيب سيد سلمان، أيضا من انطلاقا من حديث الدكتور هشام الصرمي، هل الحكومة الشرعية غائبة عما يجري حاليا للقطاع الخاص؟ لا نلحظ ربما أي تحركات من قبل الحكومة الشرعية، فقط ربما يعني ردا على بيان الغرفة التجارية وزير الإعلام يعني يتحدث يعني عن محاولات لتجريف القطاع الخاص وتدمير البيوتات الاقتصادية فقط، لم نلمس أي تحرك جدي أو حتى عملي. أكرر، الحكومة اليمنية أو الشرعية هذه لم تستطع الدفاع عن نفسها وعن وجودها وعن مصالحها، هي لا تستطيع أن تحصل أكثر مما تحصل على مرتبها، مع الكثير أن عليها واجبات ووظائف ينبغي القيام بها، لكن أقصى ما تقدر ما تستطيع القيام به هو ما قد قامت به خلال الثمان سنوات السابقة، وهي حتى الآن ليس لها مقر تجتمع فيه باستمرار وتنتظم بأعمالها. إنما أود أن أقول أن في شهر شوال، يعني بعد العيد بأسبوعين بعشر أيام، تظاهر مزارعو القات في عنز احتجاجا على رفع الضرائب، أدت المظاهرة يعني بعد أيام من المظاهرات اضطر الحوثي إلى خفض الضرائب التي يفرضها عليهم، لأن المزارعو والقات باعوا قات عنز اعتصموا، آمنوا بقدرتهم على فعل شيء، على التخفيف عن أنفسهم، طالبوا بمجموعة من الإجراءات، خاضوا مفاوضات، وحين لم تنجح كل تلك الإجراءات اضطروا إلى التفاوض. نتيجة التفاوض كان أن ميليشيا الحوثي والحوثة بجميعهم، عبد الجبار القرموزي وغيرهم من أدوات الجبايات، اضطروا إلى خفض الجبايات التي يفرضونها على المزارعين ومزارعي القاتبي عنز. ايضا يعني ميليشيا الحوثي هي رغم قوتها العسكريه التي يمكنها ان تقتل الالاف، وقد قتلت الالاف بالفعل وزرعت الملايين الالغام، وهي اجراميه بمعنى الكلمه، لكن القواعد الاجتماعيه التي يمكن ان تستند عليها اي حركه اجتماعيه ودينيه هي تفتقدها كليا. مثلا خاضت معارك صعبه وشرسه مع جميع محيط صنعاء، خاضت معارك في إب، رأينا في إب أن ميليشيا الحوثي لم تستطع أن تفعل شيء أمام مظاهرة المكحل، حين هتفوا يرحل المكحل لم تستطع أن تفعل شيء، عزلت أبو هاشم الضحياني، عزلت مجموعة من قادتها، أجرت تغييرات أمنية، وحين جاء موعد الصرخة خرج الناس وأحرقوا راياتها وطمسوا شعاراتها. بمعنى أنا لا أقول أن مواجهة القطاع الخاص لميليشيا الحوثي أمر هين أو أمر سهل، وأؤكد على ما قاله الدكتور العزاني بأنه ينبغي أن يكون ضمن استراتيجية وطنية، ذلك أن القطاع الخاص اليمني أصلا هو نتاج الجمهورية، ولا يمكن أن ينشأ في ظل أو يبقى في ظل غير الجمهورية. بمعنى أن عليه أن ينشئ الاستراتيجية الوطنية ويعمل بجميع الطرق والأدوات المناسبة، وأهمها العنصر البشري الذي يمتلكه لدى القطاع البشري، لدى القطاع الخاص القدرات التنظيمية الكافية، لديه القدرات المالية، لديه الخبرات الإدارية، لديه القيم التي تقوم على العمل. بمعنى القطاع الخاص الترقي فيه عن طريق العمل والكفاءة، وليس عن طريق المشرف الحوثي أو عن طريق الوساطة أو شيء. القطاع الخاص اعتمد بالأساس على الكفاءة على الكفاءة في وجوده، وبالتالي هذه القيم بمجموعها تشكل
جزء من نسيج وطني يستطيع أن يقاوم، يستطيع أن يحد من قدرات ميليشيا الحوثي، على الأقل تكون الهدف المرحلي أو الهدف الأولي لهؤلاء الناس، لهؤلاء أن يحموا عائلاتهم من الجوع، أن يحموا عائلاتهم من المهانة والتسول، أن يحموا أنفسهم من أن يقتلهم، لأنه حتى القطاع الخاص لو استسلم لميليشيا الحوثي هو قد دفع ما يشبه الجزية، دفع الجزية عدة مرات، دفع الضرائب، دفع الجمارك، دفع كل شيء، دفع الإتاوات، دفع المجهود الحربي، دفع حق المشرفين، دفع الجزية وأشد أنواعها، ومع ذلك لم يستطع أن يحمي نفسه. يعني الآن في قادة الحوثيين مثل اللواء القاسمي في إب عرض $1,000,000 على أحد التجار على أن يقوم بشراكته، بمعنى لا خيار أمام ميليشيا أمام التجار إلا المقاومة، هذه المقاومة هو الذي يطورها، لأنه إذا لم يقاوم، إذا لم يتجه إلى المقاومة عبر الشعب، عبر الموظفين العاملين لديه، عبر المستفيدين منه، عبر ملايين من يشتغلوا عبر القطاع الخاص، إذا لم يقاوم سيأخذ الحوثي، سيأخذه بالنهاية، أخذ الغاز، أخذ الاتصالات، أخذ الوقود، لم يعني ما فيش أمل أو لا يوجد أمل لدى القطاع الخاص بالبقاء في ظل وجود ميليشيا الحوثي قوية، في ظل وجود مشرف حوثي واحد، يجب أن 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 وكما نعرف في القطاع في الاقتصاد السياسي في الدول الأخرى في كل العالم ومن ضمنها اليمن أيضا مع الفوارق بكل تأكيد، القطاع الخاص له دور وله قدرة وله أدواته التي يستطيع أن يلعب من خلالها المباشرة وغير المباشرة. جميل. وما تقوم به المجموعات وخاصة مجموعات آل سعيد، المجموعات التجارية التي نشأت بعد الجمهورية أو التي زارت في عهد الجمهورية ولديها قيم الحرية، قيم حرية السوق، حرية الفرد، كفاءة العمل، العدالة الاجتماعية والقوانين، هذه تستطيع أن تبني منظومة للمواجهة، تستطيع أن تفرق حتى ميليشيا الحوثي، تستطيع أن تشطر ميليشيا الحوثي. بكل تأكيد يستطيعون أن يفعلوا ذلك. جميل. خاصة أن ميليشيا الحوثي أصلا هي مشتتة وممزقة، رغم أن العمل الإيراني يعمل قدر الإمكان على توحيدها. إذن سيد سلمان، إذن قادر القطاع الخاص على الصمود وعلى المواجهة كما تحدث، ويمتلك أدواته ودوره أيضا، ولا خيار أمامه إلا المواجهة. أشكر تواجدك معنا صحفي المعروف السيد سلمان المقرمي، شكرا جزيلا لك. سيدي دكتور عبد الصمد العزاني، تتفق مع السيد سلمان، يعني أيضا القطاع الخاص يستطيع الصمود، لديه أدواته، لديه أيضا دوره، ويجب أن تكون كما تحدث يعني هناك استراتيجية. إذن هو قادر على هذه المواجهة وخوض هذه الحرب ضد ميليشيا الحوثي. نعم، في اعتقادي انه عنده يمتلك من الوسائل والادوات ما يمكنه من كبح اجماع هذه الكفاءة، انه اكثر قدرة على التنظيم، اكثر قدرة على المفاوضات، اكثر قدرة على حشد الموارد المادية، وبالتالي في رأيي انه اذا ما احسن إدارة هذه المعركة بطريقة يعني فيها رؤية وفيها تخطيط متميز، قد يصل إلى كما أشرت إلى التخفيف من حدة هذه الحرب. نعم، أستاذ المحاسبة والتمويل بجامعة قطر الدكتور عبد الصمد العزاني، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. دكتور هشام الصرمي، القطاع الخاص قادر على المواجهة، ولكن يجب أن ينظم نفسه ويمتلك استراتيجية. أنا ما زلت عند رأيي القطاع الخاص يجب أن يحمى من قبل الدولة، وهذه مسؤولية الدولة على مستوى العالم، الدول هي من يقوم بحماية القطاع الخاص، القطاع الخاص يعمل تجاريا، وإذا لم يجد البيئة المناسبة للاستثمار ينزح مباشرة إلى بيئة، ولدينا أكثر من بيئة قريبة جدا من الجمهورية اليمنية يستطيع أن يأخذ الميزات التي لا يحلم أن يجدها خلال 100 عام قادم في الجمهورية اليمنية. القطاع الخاص وكما يقال رأس المال جبان، لن يقوم القطاع الخاص بمهام وواجبات الدولة. الدولة هي من يجب أن تدافع عن الوطن والمواطن وعن القطاع الخاص بشكل عام. لا نريد أن نحمل القطاع الخاص ما لا يستطيع أن يتحمله. القطاع الخاص سيتواجد خلال الفترة القادمة بشكل ضئيل، سينزح، سيغادر، ممكن أن يغادر جزء من القطاع الخاص إلى مناطق الشرعية، الجزء الذي لا يمتلك خبرة دولية للاستثمار، لكن الاستثمار الكبير الذي يعرف ويميز بين كل بيئة استثمارية بمميزات معينة سيغادر خلال أول خمس سنوات للحرب. نزح ما لا يقل عن $25 مليار إلى خارج اليمن، وما يزال باستمرار ينزح وسيغادر، وإذا ما استمرت المعطيات كما هي ستسيطر ميليشيا الحوثي على الاقتصاد وتستمر في بناء اقتصادها الموازي، ولن تستطيع
الحكومة الشرعية أن تبني غدا ما لم تبنه اليوم، ولن تستطيع الحكومة الشرعية غدا أن تقوم بما لم تقم به اليوم. هذه يجب أن ترفع، ويجب أن تكون الحكومة أذان صاغية للقطاع الخاص ولمعاناته، وتقوم بواجبها تجاه ذلك. نعم، نتوقف عند هذه النقطة دكتور هشام صرمي، ونشكر تواجدك معنا دكتور أستاذ الاقتصاد المساعد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية. شكرا جزيلا لك دكتور لتواجدك معنا. نشكر كل من ضموا معنا في حلقة الليلة، هذا السيد سلمان المقرمي ودكتور هشام صرمي وكذلك الدكتور عبد الصمد العزاني. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.